والحيل الله رايتكم الظل بيضة وعالية وعلم العراقي ظل يرفرف ما تنحني سعيديته وكذلك رؤوسكم الظل عالية وما تنحني ان شاء الله دائما تكتب عليهم الذلة ويكتب لهم الفناء لأنهم على باطل وأنتم على حق. ليس لكم مع الشعوب إلا أن تريدون أن تعيشوا أعزاء أحرار كما ولدتكم أمهاتكم، ولكن كانوا مع الأسف مطية للأجنبي، وقد انكشفوا بسرعة وانكشف تعاملهم مع الكيان الصهيوني، وانكشف تعاملهم مع كل قوى الظلام ضد الأمة العربية وضد العراق. كانوا يتصورون انه بامكانهم ان يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم الى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة الى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. من عرفنا انتم في هذا المكان قلنا هذه فرصة ان نشوفكم مجتمعين، لانه ما بامكاننا لو كنتوا انتم في خط التماس في قاطع من قاطع العمليات ما كان بامكاننا ان نجمعكم كما هو الحال الان. إن شاء الله دائما نشوفكم وأنتم تحتفظون بتاريخكم المجيد كعراقيين وكعسكر وكمنتسبين إلى هذا التشكيل العريق ذو المجد الخاص ضمن الجيش العراقي. حياكم الله، إن شاء الله نشوفكم بعد المعركة أيضا وتكونون تقولون كاونا زين. ها؟ حياكم الله. بما الله. بما الله. ماذا قرأت في وجوهنا؟ ألا وهي علامات النصر المؤزر؟ ألا وهي علامات النصر المؤزر في وجوه تشكيلنا البطل يا قائد الأمة؟ عشت يا فارس النضال. المقاتل يجاوب على سؤالك، فليس هنالك ابلغ من الجواب اللي تتحدث عنه. انتم تتهيئون للمعركه، تسمعون صوت المدافع، ومع ذلك تكون معنوياتكم بهذه الكيفيه، ومع ذلك تكونون بهذه المعنويات، فوالله لم اقرا في وجوهكم الا علامات النصر والصمود. بارك الله فيكم.